يعني الاوبرا لها قوه الصوت وكذا لها تقنيات كمان كثير هلا زمان كثير الاوبرا نعم. دور الاوبرا ما كان فيها يعني ما في مايك اصلا أيوة. لما اغني بايطاليا على الصوت البشري آه. نعم. بره بدور الاوبرا المشهوره ما, ما بتستعملوا مايك لانه هي الاساس الاساس تبع نعم. آه البنايه نفسها بتكون م. مصممه بطريقه انه آه تكون تقنيات الصوت جاهزه من دون اي مساعد لها سلام زي فما مثلا في, في الكنائس مزبوط. وغير بتحس انه في هندسه الصوت نعم. هندسه نعم. الصوت طبعا نعم. هلا بيكونوا طبعا مهيئين لمجموعات كبيره من الناس تغني كمان مع بعض لانه هذا زي كل المدرجات الاثريه الرومانيه مزبوط. وهلا نعم. كمان جديد لانه التكنولوجي هلا الجديده صار فيها كثير اشياء وصار مرات المغنيين الاوبرا لازم يغنوا برا كمان مش بس جوا دار اوبرا فاذا كنت بمحل مفتوح لن ومضطرين نستعمل مايك صار في كورسات معينه لمغنيين الاوبرا لكيف يستعملوا المايك مم. لانه ممكن يكون كثير مزعج للجمهور اذا كثير بقلبوا المايك وفي مثلا نوتات عاليه طبعاً. او شيء فبده كل واحد كتير حذر بكيف يستعمل المايك وفي, مايكات. وفي أوبرا مثلا ما بيعرفوا ما كيف الصوت زي مزبوط. مثلا ما كان يصير مع السيده ام كلثوم صح يعني مش آه. كل مايك كان يقدر يتحمل الصوت صح. البشري اكيد